فلما قال القائل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، قال لا لا مش معنى لا خالق إلا الله، يشرحوا له بالعربي، لا إله إله مش معنى الخالق، معنى المعبود. ها العرب ما يعرفون من كلمة إله يعني خالق، لا إله يعني معبود، فمعنى لا إله يعني لا معبود إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لأن الله يقول في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقالوا إذن تفسير، ها تفسير لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، خرجوا تدعوا ولا فسروا فقط؟ فسروا لما جاء من ينتسب للإسلام يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، قالوا تعال ترى معنى لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، شلون تعبد الأولياء؟ العرب كان يفهمون هذا من غير تفسير، عرب خلص إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاهمين إن إذا قلت لا إله إلا الله لازم أترك الأصنام، فيقولون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لا لا يمكن أن نقول لا إله إلا الله لأننا فاهمين. أما الآن من ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء يعني لم يفهم شيئا.